سوف نتحدث عن درس جديد في مادة اللغة العربية في الصف الرابع الابتدائي في فرع النحو. درسنا سابقا أركان الجملة الفعلية وهي الفعل والفاعل. اليوم سنتحدث عن درس جديد وهو مطابقة الفعل للفاعل، بمعنى إذا كان الفعل اسم مذكر يكون الفعل مذكر، وإذا كان الفعل اسم مؤنث يكون الفعل اسم مؤنث. فمثلا في أول مثال مثل فهم الطالب الدرس، نجد أن الطالب اسم مذكر، أتى معه الفعل فهم وهو فعل مذكر. لو حولنا بقى كلمة الطالب ديت اللي هي الفعل لكلمة الطالبة، ينفع أقول فهم الطالبة الدرس؟ هنقوله فهمت الطالبة الدرس. فوجدنا إن إحنا في حال التأنيث بنضع التاء في آخر الفعل عشان أقول فهمت الطالبة الدرس. ما ينفعش أقول فهم الطالبة، فهقول فهمت الطالبة. يبقى معنى كده إن أنا لما باجي أطابق بحط تاء في آخر الفعل. أما في حالة الفعل المضارع، لما أجي أقول يزرع الفلاح القطن، أنا عندي هنا الفلاح اسم مذكر، أتى معه يزرع فعل مذكر. إذا حولت كلمة الفلاح إلى كلمة الفلاحة، هل ينفع أقول يزرع الفلاح القطن؟ وجدنا إن لا ينفع، فهقول تزرع الفلاحة القطن. فجاء الفاعل هنا كلمة الفلاحة اسم مؤنث، فجاءت الفعل تزرع التاء في بداية الفعل. نيجي نبص على القاعدة، بيقول لي تدخل التاء على آخر الفعل الماضي إذا كان الفعل اسم مؤنث. زي ما قلت إني عندي مثلا كلمة الطالبة هنا، فوضعت كلمة أو في، فنجد أن فهمت الطالبة الدرس، أن التاء الذي وضعتها في آخر الفعل هي تاء التأنيث. أما في المثال الثاني في القاعدة، ذكرنا أن تدخل التاء على أول الفعل المضارع إذا كان الفعل اسم مؤنث، زي ما قلنا في المثال تزرع الفلاحة القطن. وطبعا تزرع ديت هي تاء أصلية في الفعل مش تاء دائرة. وزي ما قلنا إن كلمة الفلاحة طبعا هي لما هاجي الفعل هقول تزرع ومش هقول يزرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.